نداء يا سلطان حبيبي تعال عندنا هنا. هذه نجي سلطان مع ابوه يا اخوي. اي والله. فكانت نجوى اخر البنات الله يسلمها. الله يحفظها. يعني اخر تزوجت عمرها 19 سنه. ما شاء كانت الله. كانت بولة جامعه. فقلت لها قصيدة يعني انه البيت بعدت يعني كيف كنت كنا معتمدين عليها باشياء كثيره لان هي اخر واحده الوالد حنون بالجوال بالامور انا وامها بامور ما نعرف لهن وكذا هي كانت كل شيء يعني حتى لو طلعنا ولا شيء هي تجلس عند سلطان او تصير مع سلطان فقدناها الحقيقه يعني قلت تملكتي عقب ما انت تملكتي عقب ما انت عبرتي بعشرين السنة درب الحياتي صدق تملكتي عقب ما انتي عبرتي بعشرين السنة درب الحياتي من أول يوم يا ملحس لفيتي سلام. وأنا دلعت يا نجوى مهاتي بعمرت يا بعد عمري ركضتي تجارين السنين المسرعاتي كبرتي ما شعرت انك كبرتي حسب سنين عمرت واقفاتي مصيبة جات ليتس ما غرستي بروحي لسغروس مطلعاتي بنفسي كم حاجاتي قضيتي خضعتي لي خضوع الطائعاتي بتوقيت الدواء حتى قهوتي وحاجاتي وتنفيذ الوصاتي بتصميم القصايد هي كانت تصلح القصايد لي بتويتر وكذا بتصميم القصايد ما ذخرتي حروفه باحتراف زاهياتي وجوالي وكوداته حفظتي لقالوا كم قلت أسأل مهاتي وحتى لو حصل يوم زللتي دموعت بالحسايف ذارفاتي ما ندري سيف حنا لا رحلتي أنا وسلطان وامت يا مهاتي ظهر الغيب دعواتي يا بنتي أنا وامت مع فروض الصلاتي وفق سلولي يا آخرهن أنتي مثل ما وفق الخمس الخواتي بدار أزواجهن راحا ورحتي يشين البيت من عقب البناتي الله بدار أزواجهن رحتي بدار أزواجهن راحن ورحتي يشين البيت من دون البناتي لعل بقدر ما عندي حظيتي يزيد زود عن سواتي وداد ورحمه وتسخير وانتي حليلة عمره بطول الحياتي بداره يا سكن روحي سكنتي يزيد المقبل أمنتك مهاتي زيد المقبل ما انتك يا ابو ابراهيم ولينزقت ذاقوا ناس كثير مثلك اللهم ابراهيم يسمعونك البنات القصايد في التلفزيون يسمعونك وعائلتك ام ابراهيم والبنات اي والله نجوى تصلح لي تاخذ المقاطع وتظبطها هي الان يعني والله انها بطله الله يحفظها ويستر عليهم ما يقصرون ويرزقهم ذريه صالحه يا رب العالمين ويشملك على الطاعه انت رجل اب مثالي تستاهل كل خير ابو ابراهيم اي والله ما عليكم ابتسامتك واخلاقك الله منكم اتعلم الله يوفقك ما يحبك وأني ترى مغادرة البيت.